طب هذا الزوج بقى اللي بياخد يعني بياخد المرتب زوجته كلها كله وعامل و و و عليها حظ صرف انا إن صح التعبير انا ليا رسالتين في المساله الرساله الاولى للزوج ما يصحش هذا الكلام ايوه لان دي انسانه مستقله بحياتها وكده معناها يعني ده ولس السيد في زمانه كانش بيعمل كده السيد كان بيدي آه اسمها امينه اللي مراته في الفيلم بيدي بيديها ببزخ مش بياخد منها, منها. منها فيعني مش عاوزين كده ليه؟ هي بتقول عاوزه انفق احس بان انا يعني انسانه حره فلوسي ازاي تكون مسيطر على غيرنا في فلوسه حتى؟ فهذا لا يجوز شرعا اصلا اللي بتعمله حضرتك ده لا يجوز شرعا لانها بتشكو لو بمزاجها خلاص الرساله الثانيه ليها اقول يعني آآ يعني مش كده انت برضو يعني انت اللي مدياله الخيط في هذا الامر لاني تقولي له معلش ده فلوسي وانا أصرف هدي لوالدتي هدي لعيالي هدي بتاع ما فيش حاجه وما حاجه غلط فيعني في انت برضه تمسكي نفسك تم شويه ممكن يهدد بالطلاق لا يهدد بالطلاق ده يحاسبه الله عز وجل على هذا على هذا لو بتزاز. هربت آه. الطلاق و... ويبقى ابتزاز آه. لو قال لي احلف بالطلاق يا يعني تديني فلوس يبقى ده ابتزاز ما انزل الله بي من سلطان ويساله الله عز وجل عن هذا الامر لان بتقوم على شانه وليس من شانه ان تعطيه راتبها. طب لها انت على زي يعني زي امي واختي لو صرفتي من غير ما تقولي لي تتصرف يتعملوا ايه؟ يروحوا دار الافتاء تاني ولا؟ لا يروحوا دار الافتاء لو جت عندنا بس زي يوم واختي وتطعم 60 مسكين وكده انا عاوز بصراحه اشدد عليه واقول له يعني تصوم 60 يوم. <أوه> انما هنمشي على حسب ما جت الايات والاحاديث ان احنا بنقول له في مثل هذا الامر لو قالها باللفظ كده زي يوم واختي آه بنحسبها ازهار بنحسبها كفاره يمين ويطعم عشره مساكين ونقول له استغفر الله واتق الله عز وجل وحافظ على زوجته. دقائق